شكرا للزميل محمد سعدون التواري. أصدقائي المشاهدين متتبع البين سبورتس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، أهلا إلى لقاء مرتقب، لقاء منتظر. الوجهة ملعب بطل إنجلترا والفائز بالبريمير ليج 2016 فريق ليستر سيتي الذي يحتل المركز 19 قبل جولتين من النهاية، وبالتالي هو قريب وقريب جدا من الهبوط. ضد اللي حلم الأوروبي ومباراة الأمل بالبقاء، خطيرة الكرة الأولى وفرصة أولى على مرمى سيليساو. أليسون بيكر، فريق يورغن كلوب بقيادة صلاح، الكرة خطيرة بالرد 19، ليستر يضغط كرة الهدف الأول، كرة من صلاح خطيرة والدفاع يتصدى، يتصدى الدفاع وفايز صلاح، صلاح والكسندر خطيرة خطيرة، وجاكبو والهولندي ضيع الكرة، ضيع الكرة الهولندي واحتد نفذ كرة والركنية ترجع بالرد. الآن نرجع للدوري الممتاز في انطلاقة وعرض مرتدة خطيرة جدا، يمشي دياز، دياز وكرة، دياز والفرصة والتسديدة واوت، سدد كرة بعيدة دياز، إعاقة الحكم يقول العب فابينيو صلاح وفابينيو شوت والكرة برا اوت، كان عنده خيار جوردان، كرة توسيعة من صلاح خطيرة وجوزو